دم الشهداء، خنبوش سراقات، نار المتصنخين، ما نبوش اي متصنخ هذا علاش طالعين احنا؟ نار المتصنخين وين كانوا اللي ماسكين وزارات توا وين؟ دم الشهداء قاعد ما شفش، قاعدين احنا الثوار هنا لعند جليب وفوق كل الوزارات، احنا قاعدين هنا وحقنا ناخذوه. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! تحول له فلوسه شهر 4 حساب الحيوان الاخر شو اسمه جذبوه هو بالعيد كنبال كاينين مجمدين لحساباته حولوه له من بنغازي. عرف الشعب شنو خونه الكلام هذا كله موثق وانا مسؤول عليه شخصيا. الله اكبر! الله اكبر! عندك فندق يا ليبيين في اوكرانيا قيمته 22 مليون توا حاليا الوقت الحالي يتلاعبوا بمستنداته ويبيعوه توا يجابوا كلهم توا يا جماعه اللي يصور يبعث للجزيره ولا يقراها. صار تصحيح ثورة جديدة اسمها ثورة جديدة ثورة في ثورة مش تصحيح ثورة جديدة ورانا مستعدين والله مستعدين لعند نخسر قطرة في دمانا اقسم بالله مستعدين والله لن نفوت دماء الشهداء والله لن نفوت دماء الشهداء لما نقولوا دم الشهداء ما يمشيش هباء والله ما مشيها هباء والله ما مشيها هباء. الشهداء اللي خلينا زوجاتهم يشحتن زوجات الشهداء يشحتن اولادهم مش لاقيين قوت يختاتوا فيه ولد الشهداء قيمة علاج المرضى تقرع من الجنة. توكل على الله القنصل اللي في الأردن صرفها 4 مليون دولار. من قال لي يصرفها؟ هم قالوا له استقرع من المجمد ما تصرفش الكاش اللي عندك اصرفها من الكاش 4 مليون دولار. خلي الليبيين يشحتوا الليبيين يشحتوا محاسبة ما فيش دوان المحاسبة اللي يدزوا بيها هذايا وين؟ دوان المحاسبة وين اللي كان مسمر قاعدين قاعدين